لبن هي جمعية أسست سنة 2009، مركزها الأساسي هو على سطح مبنى زيكو هاوس بالصنايع ببيروت، بس نشاطاتها بتتخطى هيدي المساحة اللي منسميها استوديو لبن، وبتروح على كل زاوية وعلى كل ضيعة وعلى كل مخيم وعلى كل شارع على الأراضي اللبنانية، لنكون عم نخلق مساحات آمنة للناس تعبر. هيدي فكرة مسرحنا. العرض الأساسي اللي منشتغله هو مسرح إعادة التمثيل، واللي هو عرض قائم على قصص ومشاركات الجمهور. يعني بالعرض الناس بتخبر قصصها والممثلين مباشرة بيرتجلوا هاي القصة، بيضووا على الجانب الإنساني، على التجربة الشخصية، على الإحساس اللي مرق فيه الشخص بالقصة يلي عم بيشاركها معنا. هيدا النوع من المسرح مثل كل شيء منعمله عنده هدف اجتماعي سياسي ونفسي بطبيعة الحال. لبن اسمها بيعني البكتيريا يلي بتعمل اللبن، لبن اللي بلبنان منقلها روبة، اللي هي اللايف لاكتيك كولتشر. وفكرتنا انه مسرحنا منروح على منطقة ومنعرض ل 30 او 40 شخص، وبيصيروا هن الروبة اللي رح ينقلوا هيدي الافكار والمبادئ اللي بتدعي لمجتمع متوازن مسالم، بيضمن حقوق كل الاشخاص اللي موجودين فيه وبيحترمهم وبيحترم تجربتهم، وبينتشروا بهالمنطقة وبتصير كلها لبن. نحن بنعتبر مسرحنا مسرح نسوي بامتياز، لأنه بالنسبة لنا المجتمع ما بينهض بدون النساء، ما بيتقدم بدون النساء. فرقتنا أكتر من نص نساء، الأشخاص اللي بمواقع القيادة بالفرقة كمان أغلب من النساء، من الأمهات تحديداً، ومنراعي كتير التوازن يلي الإمرأة بتجيبه على هيدا المكان، ومناخد هيدا الطابع النسوي والأنسوي بشغلنا ومنتعاطى فيه مع المجتمع. بكتير من تجاربنا اشتغلنا مع النساء من خلال شراكات مع مؤسسات ومنظمات كتير كبيرة مثل أبعاد وكفا وعامل وغيرهم كتير. اشتغلنا برامج علاج بالدراما لسيدات مقيمات بمراكز إيواء، ولصبايا ضحايا عنف أو تحرش أو اعتداءات جنسية. بجلسات العلاج بالدراما كانوا قادرين يتعاملوا مع مشاعرهم، مع تجاربهم، مع موقعهم الاجتماعي اليوم من بعد التجارب السيئة اللي عاشوا فيها، قدروا يطلعوا من نفسية الضحية لنفسية أشخاص فاعلين بمجتمعاتهم، وأكيد يقطعوا فوق هيدا الحدث وما يكونوا كل حياتهم عم بتدور حوالين هيدا الدور. كمان منشتغل مع اللاجئات النساء، لأنه مجتمع اللاجئين بحاجة كتير لعناية وحب واهتمام، والمرأة هي أكتر من بيدفع الثمن بحالات الحروب، وهذا الشيء مثبت بكل العالم. فضروري لما نحكي مع أشخاص هن ضحايا حروب بعضهم لليوم عم بعيشوا تداعيات الحرب، نكون عم نتوجه للنساء مش بس على مستوى الإغاثة المادية، إنما النفسية والاجتماعية، ونرجع نحسسهم أنه هن جزء من مجتمع كبير. كمان اشتغلنا مع نساء بكتير مواقع تانية بلبنان. اشتغلنا مع سيدات كانوا محاربات من خلال شراكة كتير طويلة مع محاربون من أجل السلام. اشتغلنا مع المحاربات السابقات يلي هن شخصيات ضاعوا بين أنوثتهم وبين قوتهم كأشخاص جزء من الحرب. وكتير اشتغلنا مع سيدات كانوا ضحايا هيدي الحرب يلي في نساء كانوا عم بيشاركوا فيها. فتجربتنا كتير طويلة بالعمل مع النساء وللنساء، وحتى مسرحنا بشكل عام ولا مرة بيقوم بلا ما نكون عم نضوي على هيدي التجربة.